مثل وردة حمراء حرقني زماني. هذا حال العراق بعد تصاعد دعوات جلاء القوات الأمريكية وصمت الإطار التنسيقي على تمدد واشنطن وتحركات السفيرة اللي يوصف قيادات الإطار بأنه السفيرة بس الفواتحنا ما حضرت. هسا الواحد يقول ليش سكت الإطار على ما يعتبرها بالتجاوزات الأمريكية، صمت الفصائل على استهداف المصالح والأرتال العسكرية، لأنه من أهم المشاكل اللي تعترض العراق هي إشكالية الانتقال الديمقراطي للسلطة في يد الحكومة العراقية من التيار إلى الإطار، لأنه إلى جانب كون الحكومة الحالية لديها علاقات مع جارتها إيران فراح تعاني هاي الحكومة قريبا من صعوبات في الحفاظ على وحدة البلاد في الوقت الذي أصبح فيه إمكانية الانقسام أكثر احتمالا يوم بعد يوم. ورغم أن السوداني اللي تبدي عليه علامات رجل الدولة، فإن المؤسسة السياسية للبلاد لم تنجح في خلق دولة حقيقية منذ انتخابات 2005، منذ التوترات اللي ظهرت سنتي 2006 و2007 واللي أضحت النعرات الطائفية هي السائدة على المشهد السياسي العراقي. أما مطالب خروج القوات الأمريكية فهي ذر الرماد بالعيون طالما بقى الإطار سيدا للقرار السياسي في العراق.